بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، كل عام أنتم بخير، كل يوم في رمضان أنتم بخير، مع يوم جديد من أيام رمضان، مع عنوان جديد وجند من جنود الله سبحانه وتعالى، كما يقول البعض وكما يجمع الكثيرون أو في هذا المشهد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. في جند لله في السماء وفي جند لله في الأرض. الجوع الذي يشعر به كل من يصوم في رمضان هو أحد جنود الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يبقى إذن الجوع هنا ممكن يبقى عذاب، كما يمكن للجوع أحبائي الكرام أن يكون ابتلاء كده ولا إيه؟ فممكن يبقى عذاب وممكن يبقى ابتلاء، صح؟ الجوع ممكن يبقى عذاب وممكن يبقى ابتلاء. فإذا كان عذاب كما ذكرنا في الآية في سورة النحل، كذلك ممكن أن يكون ابتلاء كما ورد في سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم سبحان الله جوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآية الجميلة أيضا في ابتلاء، في أن الجوع اللي وردت في يوسف عارفينها وحافظينها، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. جوع استراتيجية وضعها سيدنا يوسف لعزيز مصر حتى يتعلموا كيف يتعاملوا كده ولا ايه؟ هذا النموذج احبائي الكرام وهذا المشهد الهام الذي نريد ان نتحدث عنه ونحن في رمضان والناس جعانه، النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه مروا بازمات كثيره جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن البلاء عندما سئل قال لرسول الله سعد بن ابي وقاص اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء ثم الامثل، فالامثل على حسب دين، ان كان دينه قلبا اشتد بلاؤه، فان كان دينه صلبا اشتد بلاؤه. اذا كان دينه صلب قوي اشتد البلاء، وان كان دينه في دينه رقه ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. يا سلام، كل ما الإيمان زاد كل ما الابتلاء يزداد. وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول النعمان بن بشير
سمعت عمر بن الخطاب يخطب فذكر ما فتح على الناس فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. مش لاقي شعير، مش لاقي حاجة، يعني أي حاجة يملأ بها بطنه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيضا ما حل بالنبي وصحابته في شعب ابن أبي طالب، في شعب أبي طالب قعدوا 3 سنين في مقاطعة تامة من المشركين. 3 سنين، شفتوا؟ 3 سنوات. بعدين لحد ما أقبل عمرو بن العاص من الحبشة من عند النجاشي إلى مكة، اشتد على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء، وعمل المشركون من قريش فأجمعوا مكرهم وأمرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. فلما رأى ذلك أبو طالب جمع بني عبد المنطلب فأجمع لهم أمرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه ممن أرادوا قتله. اجتمعوا على ذلك كافرهم ومسلمهم، منهم من فعله حمية منه، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. فلما عرفت قريش أن القوم قد اجتمعوا ومنعوا الرسول، واجتمعوا على ذلك كافرهم ومسلمهم، اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم على أن لا يجالسوهم، وأن لا يخالطوهم، وأن لا يبايعوهم، ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بمكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم أبدا صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة ولا هوادة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. فلبس بنو هاشم في شعبهم 3 سنوات، 3 سنين اشتد عليهم فيهن البلاء والجهد، وقطعوا عليهم الأسواق. كانوا اللي يشوفوه داخل السوق ما يبيعولوش أي حاجة خالص، أو المتعاطف معاهم ما يدلوش حاجة خالص. فلا يتركون طعاما يدنو من مكة ولا بيعا إلا بادروا إليه ليقتلهم الجوع، يريدون أن يتناولوا بذلك سفك دم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو النموذج. أيضا ما رواه أبو هريرة، أحباء الكرام، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر، هو سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا عمر بن الخطاب، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ خارجين ليه الوقتي؟ قال: أخرجنا الجوع. شوفوا الأبطال، شوفوا الهمم، شوفوا أفضل خلق الله، شفتوا الناس، أفضل الصحابة، قالوا: أخرجنا الجوع من بيوتنا، والذي بعثك بالحق. قال: وأنا والذي نفسي بيده، لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتي رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يأتي لنا من الماء، أي يريد أن يأتي، خرج يجيب لنا مية. فانطلق فجاءهم بعزق فيه بسر وتمر ورطب ورطب، جاب لهم كده يعود فيه تمر أو حاجة فيها تمر ورطب، فقالوا: كلوا من هذه. وأخذ الإناء وخد صحن كده صغير، قال: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العرق وشربوا. فلما أن شبعوا وغروا وامتلأت بطونهم ويعني شعروا بالشبع، قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. نعيم عشان لقوا واحد عزمهم وكالوا عنه، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شفت التراحم، شفت العظمة، وشفت روعة الجمال اللي في إبداع الصحابة وإبداع النبي صلى الله عليه وسلم معهم. أحبائي الكرام، هذا نموذج مهم جدا، مش كده ولا إيه؟ فأزمنة عديدة جدا أصيب خلالها المسلمون بالجوع. عام الرمادة عارفينه، سنة 18 في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما كان عام الرمادة
تجلبت العرب من كل ناحية، فقدموا المدينة، جم من كل مكان. فكان عمر بن الخطاب قد أمر رجالا يقومون عليهم ويقسمون عليهم أطعمتهم وإدامهم. فكان يزيد بن أخت النمر، وكان يزيد بن أخت والمسرور بن والمسرور، وكان عبد الرحمن بن عبد إلى آخره، كانوا إذا أمسوا اجتمع عند عمر يخبرونه بكل ما كانوا فيه. وكان كل رجل على ناحية من المدينة يقول يعني عملنا إيه، أكلنا الناس إزاي، وزعنا عليهم، عملنا إيه، حتى يعني اجتهدوا في أن يعدلوا ما بين الناس. ها، فتشوف هنا 40,000 بيأكلوا، وبعدين واحد بس بيتعشى عنده 10,000، واحد عنده 50,000. ايه ده، ايه المعاناه الرهيبه دي. فما برحوا حتى ارسل الله السماء، فلما امطرت رايت عمر قد وكل كل قوم من هؤلاء النفر بناحيتهم، يخرجونهم الى الباديه ويعطونهم قوه وحملانا الى بادياتهم، يعني بدأوا يدوهم حاجات معاهم وهم راجعين. حتى خرج معهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ازمات كثيره جدا و مواقف كثيرة جدا أيها الأحبة الكرام تظهر لنا كيف أن الجوع يعني شيء صعب، كما يقول البعض الجوع كافر. الجوع ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. المؤمن مش هو ده اللي بيشبع وجاره جعان، وما أكثر الجوع بجد، يعني ما أكثر الناس الجعانة في زماننا وفي أوقاتنا حتى في رمضان والله. لكن للأسف الشديد كما قلت في حلقة التبذير، فاكرينها، فاكرة إناس أنت وشيماء ورحاب وسارة وأحمد و و و و و وخالد لم يكن معنا، إبراهيم، عائشة، آمنة، نسيمة. حلقة التبذير حلقة في غاية الأهمية، تتممها حلقة اليوم، لأنه الأمر نقيب الآخر كما أحوجنا إلى أن نشعر بالآخرين. أي أيضا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مثلث الاهتمام بإشباع الحاجات الإنسانية، أطعمهم من جوع، إطعام تاكل تشبع. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفس كده ولا ايه؟ فهذه هذا الاحساس صعب. يقولون في المثل احبائي الكرام، وانتم تسمعوا وتنصتوا معي الى ان نرى الشاشه امامنا، سامحونا يعني ربما يكون النت ضعيف، ولكن نحاول سويا. اذا اتقطع لمده ثواني فلا تنزعجوا، يعني إذا قطع الخط لمدة أقل من دقيقة فما ننزعجش، ماشي الحال؟ أيوه. إذا ونحن نؤكد على هذا الأمر، بيقولوا إيه في الأمثلة؟ ما إحنا لازم نسمعها، لازم نسمع الأمثلة ونعرف إنه في فقير بيجوع وفي فقير ما بيجوعش، وفي غني بيجوع بس بإرادته هنا لأنه طاعة لله، كما كان يفعل الأنبياء والرسل. الصيام، الأغنياء والأثرياء اللي معاهم ملايين ولكن في قلوبهم إيمان، كتب عليكم الصيام، هو عارف أن الصيام ده كتب عليه ولازم يشتغل ولازم يصوم عشان يحس بالجائع، فهنا هو بيجوع طاعة لله سبحانه وتعالى، وفضل الصيام عظيم وكبير. يقول لك أجوع من حوت، أجوع من حوت مثل، وليس للجوع طعم. الجوع ملوش طعم، مش كده ولا ايه يا ساره؟ وجوع كلبك يتبعك، المثل الشائع، جوع كلبك ايه؟ يتبعك. ولا صديق للجوع، مفيش صديق للجوع ابدا، مش كده ولا ايه؟ لا صديق للجوع، الصديق او الجوع ملوش اصدقاء، الجوع ليس له اصدقاء، مش كده ولا ايه؟ صح؟ أصدقاء أبدا، ليس هناك أصدقاء للجوع. والجوع سيف حاد، الجوع سيف بيقطع. وطبعا كتير
مننا جعان وحاسس بالجوع وقاعد يتخيل بقى انت هتاكل ايه؟ هتشرب الشوربه ولا هتاكل الخضار ولا هتاكل ولا هتشرب الرايب ولا هتاكل الاول التمر ولا هتعمل ايه؟ وفي ناس يقول لك لا انا مش هاكل اي حاجه، انا هاكل على طول انا جعان. وفي ناس تقعد تملى بطنها ميه وتشرب هي وعصاير ولحد نفسه ما تتصد وما عادش ياكل خالص ويجي السحور نفس الحكايه. وبالتالي السنه النبويه احبائي الكرام تبدا بالتمر، التمر فيتشبع الجسم وتستعد وتستقبل المعده بهذه السكريات اللي موجوده في التمر، الجسم يتعبيها مباشره. ونسيمة بتقول اهو النموذج الرائع بتاعنا السيده مريم رضي الله عنها، جاءها المخاض امنها ربها من الجوع، هزي اليك بجذع النخل ساقط عليك هذا الرطب وجميل، وايضا امنها من الخوف وقري عينا. هذا النموذج الرائع الجميل ولازم نتعلم. فحتى قيل عن فوائد التمر للمرأة التي تلد ولكل الناس صغار وكبار، فوائد لا تحصى ولا تعد أحبائي الكرام. هذا نموذج في غاية الأهمية علينا أن نعيه وعلينا أن نتعرف عليه وعلينا أن نتعلم كيف يكون هذا النموذج. للبطن صوت يسمع، البطن لها صوت ايه؟ بيسمع في المثل، انا قرأت الامثال. ونعم الادام الجوع، نعم الادام الجوع، والجائع يحلم بالاكل، الجائع بيحلم بايه يا ايناس؟ بالاكل. والجوع لا يهم المذاق، الجوع ما بيهموش الطعم يعني. والجوع عدو الكرامة، الجوع عدو الايه؟ الكرامة. والعطشان بيحلم بايه؟ العطشان بيحلم بايه؟ العطشان العطشان بيحلم بالمية، مش كده ولا ايه؟ بيحلم بايه؟ واخيرا جالنا الماء بتاعنا وظهر لنا الايه؟ الملف قدامنا. اهو الملف بتاعنا اهو قدامنا، وادى البوست اهو بتاعنا الجوع اهو. يا احمد الجوع نسيبه كده؟ لا ما نسيبوش كده. الجوع لا يعبر عنه انما يعبر عنه بالصوره. شايفين الصوره؟ شايفه رحاب الصوره؟ او عيش او خبز، كسرات خبز او فينو، خبز ناشف. وهذا الطفل الجميل الذي خلقه الله عز وجل وكتب له الحياة وله رزقه وقدر له شقي أو سعيد، بظلم العباد لأنفسهم وظلمهم لأنفسهم وظلمهم لهؤلاء تركوهم، هؤلاء سيحاج الأغنياء يوم القيامة، والله الذي لا إله إلا هو، هؤلاء سيحاج الأغنياء يوم القيامة، والله الذي لا إله إلا هو، الذين جلسوا يفترش الأرض بأعمارهم زي القريبة والطفولة في عيونهم، بل والقناعة أحيانا في عيونهم، لأن القناعة تظهر في تلك اليد الجميلة الصغيرة الودودة الحنونة التي تمتد لتأكل إيه؟ تأكل إيه؟ تأكل لحمة؟ بتأكل إيه؟ كرواسو؟ ماذا تأكل؟ رز، رز بمية، أرز بماء، ما هذا؟ وما ذنب هذا الطفل اللي يمكن عمره تعدى العشر سنوات؟ ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ ستسأل عنه الأمة، وسيسأل عنه الحكام، وسيسأل عنهم الملوك، وسيسأل عنهم كل من غابه. أمنت حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. العدل حلقة في غاية الأهمية طرحناها في تلك السلسلة، وأنا أدعوكم إلا أن أنتم تراجعوا السلسلة، أدعو كل اللي معايا. يا سارة ابقى حط رابط الحلقات يا سارة. أنا أحيانا كل يوم في رمضان ببقى محتار أتكلم عن إيه، وهناك موضوعات ذات أهمية ولكن طرحناها من قبل، تكلمنا عنها، تكلمنا عن الرحمة والعدل والحرية والظلم، تكلمنا عن الفساد، تكلمنا عن معاني كثيرة جدا، تكلمنا عن العطاء، تكلمنا عن الكرامة، تكلمنا عن الحلم،
كلمنا عن المروءة، كلمنا عن هؤلاء الذين يعني هقول ايه، بس اليوم لا اجد الا ان نتكلم عن الجوع ونحن في رمضان، ونحن نتحدث عن الصدقة ونتحدث عن العطاء ونتحدث عن ان نكون يعني شيء جميل ورائع. وكما يقول احمد، لا حريات ولا كرامة الانسان ما دام يهدده الجوع، لان الله عز وجل هو الذي وضع القاعدة يا احمد، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعندما جاء ماسلو يتحدث عن نموذج إشباع الحاجات ليدرس في الأكاديميات وفي الأماكن في علم النفس، قلنا لهم لقد أتى ربنا سبحانه وتعالى بالنموذج ووضعه بين أيدينا، ولكننا لا نقرأ ولا نتعلم، لم نتعلم نموذج السيدة مريم في عطاء المولى سبحانه وتعالى عندما أطعمها وأمنها، ولم نتعلم نموذج قريش في تلك الصورة، صورة قريش، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبدون الإطعام من الجوع وبدون الأمان من الخوف لا نتحدث عن الحرية ولا نتحدث عن الإبداع ولا نتحدث عن العطاء ولا نتحدث عن أي شيء. مش كده ولا إيه؟ أيوة كده، أيوة. فهذا الكلام مهم جدا، وهذه الصورة معبرة أحباء الكرام. صح يا شيماء ولا لا؟ صح يا عائشة؟ صح؟ نعم صح يا دكتور محمد. ربنا يبارك فيك. ايضا كسرة خبز يتنافس عليها ايادي كثيرة وتتنافس وتحاول ان تأخذ منها. يا اخ ابراهيم ولو قليل. تلك الطفلة التي تجمع القمامة والتي جلست وطفولتها لا تستحق أن يحدث لها ذلك، طفولتها تستحق الرعاية، تستحق الحنان، تستحق العطف، تستحق من يمسح على رأسها ومن يأخذ بيدها لتتعلم وتلعب وتأكل. لماذا يبدأ هؤلاءهم بتلك الحياة الصعبة وتلك المعيشة؟ لأن هناك أغنياء أغلقوا على أنفسهم كنتوناتهم، وأغلقوا على أنفسهم قصورهم، وأغلقوا على أنفسهم حياتهم، ونظروا إلى هؤلاء بأنهم خدم، ونظروا إليهم على أنهم من الطبقة الثالثة والرابعة، ونظروا إليهم على أنهم ليسوا من أبناء المجتمع. ومن هنا ضاع، وبالتالي لا يؤمن أحدكم إذا نام شبعان وجاره جائع. شكرا يا أحمد. لا يؤمن أحدكم إذا نام شبعان وجاره جائع. تلك هي الحقيقة، وتلك العين التي تنظر وأشير إليها كأنها تسألنا ماذا فعلتم بي ولماذا تركتموني في الشارع كذا. هؤلاء كيف يجد النوم لهم؟ إزاي النوم؟ ومن كثر الضعف اللي هم فيهم بيغطوهم عشان بردانين سقعانين. ها؟ فأغلق الله عليهم منابع السعادة والرضا. والله أحسنت يا نسيمة، والله أحسنت، والله لا يجد سعادة أبدا ولا يشعر بها. ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هو كده، انت جات الآيات ان انت اطعم الطعام، اطعموا الطعام وأكشوا السماء وصلوا بالليل والناس نيام. الغراب ولا النسر؟ شوفوا فين؟ ها؟ الصورة دي يقال أنها التقطت خلال المجاعة في دولة السودان الحبيب عام 94، وحصلت على جائزة. كان هذا الطفل يزحف، ها؟ بيزحف على وش وجسد النحيل باتجاه مخيم للأغذية يبعد كيلو متر، ها؟ ثم وقف النسر الذي لا يأكل إلا الجيف على مقربة منه ينتظر موته حتى يأكله. هذه الصورة هزت العالم، ولا أحد يعرف ما حدث للطفل ولا للنسور، ها؟ ولا للمصور كيفن كارتر الذي غادر المكان بعد التقاطه الصور. بعد 3 شهور وجد المصور منتحرا متأثرا بهذا المنظر وما يحمله من كآبة وإحباط. شفت بقى ازاي؟ يا سلام. ايه ده؟
رابط على بطنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته قد ربطوا على بطونهم، مش كده ولا ايه؟ كانوا بيربطوا على بطونهم. وبعدين في مجاعة حصلت في العالم الإسلامي سنة 449 هجرية أهلكت الحرث والنسل، وقال ابن الجوزية رحمه الله وقع وباء بالأهواز وبواسط في العراق وبالنيل في مصر وبالكوفة. شفت بقى ازاي؟ كان الفقراء يشوون الكلاب وكانوا ينبشون القبور فيشوون الموتى ويأكلونهم، وكان لرجل أرض دفع إليه في ثمنها 10 دنانير يبيعها، فباعها حينئذ ب5 أرطال خبز. أرض عنده كام فدان كده تبيع تشتري، تاخد كام؟ اديني 5 رطل خبز. وأكلها ومات من وقته، أول ما خلص الخبز خلاص مات. طويت التجارات وأمور الدنيا، وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات والتجهيز والدفن، وكان الإنسان قاعدا ها فينشق قلبه عن دم فينشق قلبه عن دم المهجة، فيخرج إلى الفم منه قطرة فيموت الإنسان. الدم بيخرج من بقه وهو قاعد. سمعت عن المشهد ده 449 في مصر وفي العراق وفي في بلاد الشام، ها؟ وفي أحداث ثانية 462 في شهر ذو القعدة في مصر والشام، عدد كبير جدا من النسوان الرجال والنساء فروا هاربين من الغلاء، ها؟ وقالوا أن مصر لم يبق بها كبير أحد من الجوع والموت، مش فيها حد كبير ولا صغير إلا والجوع والموت بيلحقوا، وإن الناس كلوا بعضهم، ها؟ وفي راجل ذبح عيال صغيرة ونساء وطبخ لحومهم وباعها، وحفر حفرة دفن فيها رؤوسهم وأطرافهم فقتل، وأكلت البهائم فلم يبق إلا 3 أفراس 3 أحصنة لصاحب مصر اللي هو الحاكم، ها؟ وماتت الفيلة، وبيع الكلب ب5 دنانير، وأوقيت زيت بقراض، واللوز والسكر بوزن الدراهم، والبيضة ب10 قراريط. أول مرة تسمعوا الكلام ده، عمال أقرأه لكم كل الكلام ده في المنتظم وثائق، ها؟ وخرج وزير صاحب مصر إلى السلطان فنزل عن بغلته وما معه إلا غلام واحد لعدم ما يطعم الغلمان، مفيش، فدخل وشغل. ايه الحياه الصعبه دي؟ موتوا الناس ويذبحوا الناس، تسلسل رائع. الصومال مجاعات، السودان مجاعات، مش كده ولا ايه؟ في الزمن اللي احنا فيه، في الواقع اللي احنا فيه، حتى انه من 2001 ل 2004 بيقول لك انه بسبب الجوع بيموت في العالم فرد كل ثانيه، و4000 كل ساعه، و100000 كل يوم، و36 مليون كل عام. الاحصاء ده 2001 2004. في حين بقى شوف ربنا سبحانه وتعالى يدعونا الى العطاء أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مش كده ولا إيه؟ إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف إيه؟ لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. أطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. صح ولا لا؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقي الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. عشان تعرفوا أن الإسلام والدين بتاعنا هو دين الرحمة بالإنسان والحيوان، له دين قتل، وله دين سفك دماء، وله دين مؤامرات، وله دين ناس بتقتل عشان تبقى في أماكنها، ولا دين إناس عشان يشعروا الناس بالخوف والقهر والرعب والزعر. في كل كبد رطبة أجرا. وفي رواية أخرى للبخاري: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. يا سلام يا سلام. وبعدين عندك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: أتى أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي كانوا بيجوا للرسول عليه السلام، فما أبقيت لنا يا عائشة؟ كان يأكل من الضأن كتفها، فقالت: بقيت كتفها، ذهبت كلها وبقيت كتفها يا رسول الله. قال: بل بقيت كلها وما ذهب إلا كتفها. يعني اللي احنا بنتصدق به هو ده اللي بيفضل، أما اللي بنأكله فده خلاص بيروح، يعني كده ولا إيه؟ فالنموذج ده نموذج جميل جدا، كما وضحنا أحباء الكرام. ويعني أحاول أنه الأقرأ ما تكتبه، ولكن سامحنا الوقت يمر. قول المولى سبحانه وتعالى: الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. ده لو يتعلق في الشارع كده: بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب الله مثلا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفرت، ما عادوش بيتصدقوا، ما عادوش. واصحاب الجنتين عندكم، انتوا عارفين المثل والمهم جدا. والله ما احنا هندي الناس وبعدين بقى اشوف ايه اللي حصل. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف كانوا يصنعون. يبقى اما تلاقي الجوع والضنج والخوف والزعر، اعرف ان العيب في الناس، العيب في الأمة، العيب في البشر اللي مش عارفهم. ولقد أخذنا آل فرعون ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. مش كده ولا إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا. بارك الله فيك يا نسيمة. وأخذنا الآية: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاح. هنعمل إيه؟ شفت في المنام كذا، وسبع سنين نوبة بيعملوا، قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلى، سيبوا القمح زي ما هو وخذوا الباقي اطحنوه عشان السبع الشداد اللي هيكلن ما قدمتم لهن إلا قليل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، في عام ضنك. فإذا ده كده مش إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وما أكثر هذا في زمننا يا إبراهيم وفي واقعنا الذي نحيا. نسأل الله السلام والعفو والعافية. عن النعمان ابن بشير قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما فتح على الناس فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. طعام البسيط. ليس المؤمن الذي يشعر جوعان، ليس للجوع طعم، كده ولا ايه؟ الجوع اساس الكفر. الجوع كافر يعني. هو بيقول له ايه ده؟ حتى اما تيجي يا سامح تكلم ناس عن الصلاه وعن الشريعه وعن لازم تداول الاول، تاكل الناس دي، وده كلام الغزالي، لازم تاكل الناس، لازم صديقه للجوع. خالد هون الجميل بقول لك عن الحسن ابن ابي الحسن قال: قيل ليوسف عليه السلام: تجوع وخزائن الدنيا بيدك؟ قال: اخاف ان اشبع فانسى الجياع. يا سلام.
رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم: لا صديق للجوع. شوف كم ايد، بس البركة هنا، ده البركة في اللمة دي، البركة هنا، صح ولا اهو؟ ربنا يبارك فيهم يا رب ويكترهم ويحفظهم. اب ام ابناء، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ما شاء الله، الله اكبر. ربنا يحفظهم يا رب وينبتهم نباتا حسنا، كلهم هيطلعوا وهيتعلموا ويبقوا ناس جميلة، لان مطعمهم حلال ومشربهم حلال وغزوا من حلال. ما اجمل تلك اللمة، وما اجمل تلك الصحبة، وما اعظم وارفع وانبل تلك العائلة التي تأكل من عرق جبنها زي ما بنقول. شوف القلة هناك يا الترابيزة، هذه اللمة درس يدرس في زمن الاتيكيت، في زمن الشوكة والطبق، في زمن كل واحد واخد طبق وعاطي ظهره للتاني، في زمن الوحدة في ناحية والواحد في ناحية وده هنا وده هنا. هذه الفوضى التي صنعها ما يسمى بالغرب، هؤلاء مشكلة كبيرة جدا أحباء الكرام. ها يا سامح، أنا لا أريد أن أدخل في مثل هذه الأمور، أرجوك، لا نريد أن نطرق مثل تلك الأبواب. كفانا ما نحن فيه، كفانا من يثير الفتن فيما بيننا، كفانا من يثير الوقيعة فيما بيننا. أرجوك عشان خاطري، لا داعي لأن نذهب لمثل هذه الأمور في غرفنا ولا في ملتقياتنا ولا في ملتقى الدارين. كفانا، هم يريدون أن ندخل في تلك الدائرة، في تلك المشاحنات، في تلك الخصومات، وأنا لا أريد أن أدخل في ذلك. فليراقب الواحد صحن الآخر. الله، شكرا يا سامح. شفت بتعملوا ايه؟ شفت طابور، هو واقف ياخد معه ناس في السودان، في الصومال، في كذا. ربنا يبارك فيك يا سامح وكرمك، اشكرك شكرا جزيلا. يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها. لكن نحن يا رسول الله، في معنى الحديث قال: بل انتم غثاء، لانتم كثير غثاء. يذهب الله عز وجل الرهبه من قلوب اعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. انا بقول معنى الحديث وليس. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. ما اكثر من يحب الدنيا الان. الجوع عدو الكرامه، احبائي الكرام، الجوع عدو يشبع البحر من الماء، البطن الخاوي لا يسع، المجاعات قمة الحروب، صاحت عصافير بطنه، الجائع يحلم بالاكل، الجائع بيحلم بالايه؟ بالاكل، بطن جائع وفم مدهون. معانا يا ايناس ولا انت فين؟ روحوا يا ايناس معايا؟ ايوه. لا تشبع النار من الحطب، لا تشبع النار من الحطب. الكلام الجيد لا يسد الجوع، والتخمه اشد فتكا من الجوع. شفت المثل ده بقى؟ التخمه اشد فتكا من الجوع، التخمه اشد فتك من الجوع. ابتسامه الجائع ليست حقيقيه، والكلام المعسول لا يطهو الجزر، الكلام الحلو ما بيسويش الجزر او الجزر. اذا غنيت للجائع يا نسيمه، اذا غنيت للجعان بيسمعك ببطنه. شفتوا اللي جاي ده صعب قوي قوي. ما جاع فقير الا بما متع به غني. متاع الغني اللي بيتمتع في الشهوات وبيتمتع فيما لا يرضي الله وفيما لا يجب ان ينفق، هو ده اللي خلى الفقير جعان. شفت ازاي؟ حيث يسود الجوع ليس للقوة مكان. مثل الصيني، خالد بيقول اهو المثل الصيني: حتى الثعلب النائم بيحصي الدجاج في احلامه. انا بس بحاول اقرا لكم بعض الحكم الجميله
من جهد به الجوع قعد به الضعف. الجوع كافر وقاتله من أهل الجنة. اللي يقتل الجوع يبقى ده من أهل الجنة. لا تأكل حتى تطير عصافير نفسك. الجوع يجعل كل شيء لذيذ إلا الجوع نفسه. نحن قوم أحبائي لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ينبغي دائما رمي قطعة خبز في فم الكلب الشرير. عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. صعب قوي مش كده؟ صعب قوي. قيل ليوسف وكان كثير الصوم: لما تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. أخاف إن أنا إيه؟ أشبع فأنسى الجعان. تلك أحباء الكرام كانت حلقتنا. تلك كانت حلقتنا، حلقة اليوم. تلك الحلقة التي فيها تذكرة وفيها دعوة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. التقوى، حلقة التقوى مهمة جدا، اتكلمنا عنها. اتكلمنا اليوم في تلك الآية الجامعة المانعة: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مش كده ولا إيه؟ فهي دعوة رائعة للبذل والعطاء والإنفاق والبحث عن الجعانين، الناس الجعانين بجد، ودور عليهم حتى ولو شق تمرة يدخلك الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. قلوا أمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا تقصيرنا. اغفر لنا تقصيرنا في رمضان، اغفر لنا تقصيرنا في عبادتك، اغفر لنا تقصيرنا في قراءة القرآن، اغفر لنا تقصيرنا في الاهتمام باليتامى والمساكين، اغفر لنا تقصيرنا نحو من غيبوا خلف السجون، اغفر لنا تقصيرنا نحو من منعوا الطعام والشراب، اغفر لنا تقصيرنا نحو من يعني فاضت أرواحهم دون أن يجدوا من يصلي عليهم واستشهدوا في كل مكان. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كل من سفك دم مسلم وكل من قتل فعليك به يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا اجمعين. اللهم ارحم كل من اغتالتهم يد آثمة وفاضت ارواحهم ظلما وعدوانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا اجمعين. ارحم موتانا في كل مكان. ارحم شهداءنا في كل مكان. ارحم شهداءنا في مصر وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل أرض يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم من أراق دما مسلما بغير حق فعليك به يا رب العالمين. اللهم كل من ساهم في القتل أو ساعد على قتل نفس بريئة فعليك به يا رب العالمين بحق هذا الشهر العظيم والأيام المباركة. كل من فزع إنسانا في كل مكان، في سيناء، في مصر، في القاهرة، في محافظاتها، فعليك بهم يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من هدم بيتا وقتل نفسا فعليك به. اللهم صبر كل من فاضت أرواحهم إليك يا رب العالمين. صبر أهلهم وارحمهم يا رب العالمين وتقبلهم عندك من الشهداء. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واغفر لنا وارحمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبائي في أمان الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعكم الله سبحانه وتعالى. على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي. شكرا لكم ولفريق الدعم.
ألف مبروك يا إيناس، أنت وزملائك النجاح، ألف مبروك. التقديرات خالص، الدعوة طيبة، وموفقين دائما، نبشركم بالنجاح دائما وأبدا في أمان الله. شكرا جزيلا فريق الأكاديمية الراقي الرائع، بارك الله في كل من شارك معي اللقاء اليوم. سامحونا على الإطالة، استودعكم الله. لا تنسونا من صالح دعائكم وقت الإفطار وعند الصلاة والقيام بقلب خاشع وبدعاء صادق، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أهل المغرب والجزائر وتونس ومصر وبلاد الشام وفي كل مكان، نستودعكم الله، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.